بوسعين، تتصاعد الأصوات المطالبة بتجميد اللقاح الإلزامي وإلغائه الذي لم يبدأ فعليا بعد بل سيبدأ في منتصف مارس. ما هي آخر التطورات بهذا الشأن؟ طبعا ريم، مثل ما قلتي انه بالفعل ازدادت الاصوات المطالبه بضروره تعليق اللقاح الالزامي وضروره اعاده تقييمه، وتم اعلان منذ قليل من قبل حاكم ولايه بورغلاند هانز بيتر ديسكوزيل بانه انتقد قانون اللقاح الالزامي، وانه قال ايضا ان الطريقه او التي وضعت بها الحكومه هذا القانون غير قابله للتطبيق. ايضا اعلن حاكم ولايه بورغلاند ويلفريد هاسلوا بان قانون اللقاح الالزامي لابد من اعاده تقييمه مره اخرى، نظرا لان اعداد الاصابات في العنايه المركزه والاجنحه العاديه لم تعد مثقلة بالمرضى. أيضا أعلن أن اللقاح الإلزامي بيعتبر تعدي على الحقوق الأساسية، وضم صوته إليه أيضا حاكم ولاية كينتن بيتا كايزا بأن اللجنة تحدث أيضا عن ضرورة المراجعة المستمرة لقانون اللقاح الإلزامي من قبل لجنة تنسيق كورونا. أيضا قال المتحدث باسم ولاية سالزبورغ أن حصل وعاد متأخرا بهذا الانتقاد، وهذا ما يؤدي إلى فقد بعض الأصوات لمنتخبيه وضرورة إعادة أو إجراء انتخابات جديدة. أيضا كما قلنا الأيام الماضية أن عالم الأوبئة نوربان نوتني أشار إلى أن أوميكرون بيعتبر إنفلونزا موسمية، ولم يرى هو أيضا ضرورة لأن اللقاح الإلزامي يجب تطبيقه من يوم 16 مارس. أيضا أضاف هيربرت كيكل بأن اللقاح الإلزامي بيعتبر تعدي على الحقوق الأساسية والإنسانية، ويجب وقف هذه المضايقات وهذا التعدي. وأضاف أيضا إلى أن اللقاح الإلزامي بيعتبر هو الانقلاب العكسي الأكثر ظاهرية في السياسة الداخلية للحكومة الفيدرالية. نعم بوسينا، النهاردة الإصابات أكثر من 38 ألف إصابة، وفي نفس الوقت أعلنت الحكومة امبارح عن تخفيف القيود قيود كورونا. هل الشارع عندك يخبر أن الأمور بدأت تعود لطبيعتها؟ بالفعل ريم، منذ يوم الثلاثاء الماضي أعلنت الحكومة أو أعلن مستشار النمسا كارل نيهاما بأنه سوف يتم تخفيف القيود على غير الملقحين، حيث سيسمح لهم بفرصة أكبر للتسوق والذهاب إلى أماكن العناية بالجسد وأماكن أو مصففي الشعر، وإلى أيضا وجود أيضا كثير من الخطوات الافتتاحية، منها أن قاعدة إصفايجي لم تعد مطلوبة في التجارة العامة، وسيتم أيضا الاعتماد على قاعدة درايجي أو عند الذهاب إلى مصففي الشعر. بالإضافة إلى ذلك سوف يستمر حظر التجوال إلى في منتصف الليل. أيضا سوف يكون أيضا قطاع أو الطهو الليلي لم يسمح له بالافتتاح في حاليا. أيضا ريم، كما ترين أن المطاعم الآن إلى حد ما ممتلئة بالأشخاص، وذلك إلى ارتفاع أعداد الإصابات في الأيام الأخيرة، أو الأشخاص الذين تعافوا بالفعل من فيروس كورونا فبيسمح لهم بالدخول إلى المطاعم. وأيضا سوف نرى في الأيام المقبلة عندما سيتم تخفيف القيود لغير الملقحين في يوم أو ابتداء من يوم السبت المقبل 12 فبراير، سوف نشهد أيضا توافد كبير جدا للأشخاص الغير ملقحين إلى أماكن التسوق وأماكن التجارة العامة. طيب بوسينا، عندك دلوقتي في ساحة ستيفنز بلاتس، هل حركة المطاعم والمقاهي بدأت فعلا تعود لطبيعتها وتصبح أكثر حيوية؟ فعلا ريم، أنا عملت جولة قبل وقت قصير، يوجد كثير من الأشخاص إلى حد ما في المطاعم، لأنه كثير من الأشخاص في الفترة الأخيرة بيعتبروا
بيعتبروا جنيزين او متعافين بالنسبه لارتفاع عدد الاصابات. فالى حد ما في ناس كتيره، لانه كمان الجو زي ما احنا عارفين النهارده الجو الى حد ما معتدل، فالناس متواجده بشكل كبير شويه في المطاعم. شكرا ليكي بوسعنا على هذه المعلومات، و شكرا لك، شكرا. شكرا.